لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ثم أما بعد، فاعلموا عباد الله أن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن كره، وإنه لا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. فتنافسوا عباد الله على السبق في الدين لا على الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا، فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. انظروا عباد الله إلى التنافس على الدنيا كيف يخرب البلاد والعباد. التنافس على الملك يؤدي إلى سفك الدماء وتخريب الأموال، بل وانتهاك الأعراض، وإن ذلك كله من أجل ملك لا يستمر مع أصحابه، بل لا بد وأن يزول، وهو في الحقيقة مليء بالنكد ومليء بالمؤامرات والكيد، نسأل الله العافية. وانظروا إلى تنافس أهل الجاه على وظائفهم وأهل المال على الأموال، وإن ذلك كله راجع إلى غياب نظرة إن الله عز وجل هو الذي قسم الأرزاق وقسم المعيشة، كما قال عز وجل: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. قال المشركون: القرآن شيء جميل وشيء عظيم، إن له لطلاوة وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق. ومع ذلك لماذا كفروا؟ لأنه أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ليس الذي معه المال الكثير. إنها نظرة فرعون حين قال يا قوم قال تعالى: ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. كأنه يظن أن النبوة تكون على قدر ما مع الإنسان من ذهب. اللهم إنا نعوذ بك من ذلك. إن هذه النظرة نظرة جاهلة، لا يرى صاحبها أن الله الذي قسم الأرزاق وقسم الأخلاق. فاطلبوا يا عباد الله معالي الأخلاق، واطلبوا الدين، وإن الدين مرآة ومرآته الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. إن هذه النظرة الجاهلة التي ترى التنافس على الدنيا وعطاء الدنيا تدفع الناس إلى الشح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح، فإنما أهلك من كان قبلكم الشح. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا، وسفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وهذا الحديث يدل على أن الشح أسوأ من البخل،
والبخل أن تبخل بما في يدك، وهو يشمل نوعين، نوعا محرما وهو أن يبخل الإنسان بالواجب، كمن لا يخرج الزكاة الواجبة، أو من لا يؤدي الحقوق إلى أصحابها، كمن يقترض ولا يسدد في الموعد، أو كمن يغش لكي يأخذ ما يريد دون أن يعطي الحقوق، وكذا الذي لا ينفق بالعدل على أهله وعياله ويتركهم يتخبطون، وكذا من يترك والديه أو قراباته الآخرين الذين وجبت نفقتهم عليه، ولو تكافل الناس بما شرع الله لما ورد في الناس فقير، وكل أسرة تبدأ بنفسها، وكل عائلة تبدأ بنفسها، وكل قبيلة تبدأ بنفسها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من أتاه من أصحابه يريد الصدقة، قال لأبي طلحة لما تصدق ببريحاء بستان كبير فيه ماء عذب طيب، كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخله ويشرب من الماء الذي فيه، فقال بخم بخم، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. انظر إلى أن كل أحد يبدأ بكفاية قراباته، وقد جعل الله عز وجل في كتابه قاعدة في النفقات، فقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فكل من ترثه أنت إذا كان غنيا يلزمك أن تحمل كله ونفقته إذا كان فقيرا، كل من كان تنتفع بقوته حال قوته فأنت يلزمك أن تعينه في ضعفه حال ضعفه، فهكذا يحصل التكافل في المجتمع. أما الشح فهو أن كما وأما النوع الثاني من البخل وهو المكروه، فهو أن يبخل الإنسان بالتوسعة المستحبة في النفقات، كمن يزيد على الزكاة صدقات ويزيد على النفقات توسعة لأهله وعياله بما لا يدخلهم إلى حد السرف ولا يعودهم على الترف، ولكنه لا يقتر عليهم. فقد قال العلماء مثلا إن النفقة الواجبة مد من الطعام في اليوم، يعني 700 جرام من الأرز مثلا، لكن هل يكتفي الناس بأن يأكل الأرز فقط صباحا ومساء وليلا ونهارا؟ فإن كان قد أدى الواجب الذي أطعمهم أرزا أو فولا مثلا في الصباح والعشي وفي المساء، ومع ذلك فالمستحب إذا يسر الله عليه أن يوسع، قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ولكن تأمل، لم يقل ومن قدر عليه رزقه فلا شيء عليه، وإنما قال فلينفق مما آتاه الله. والله عز وجل حذر من التبذير والإسراف في كتابه، وذلك من أعظم الأمراض التي تنتج عن التعلق بالمال وعن التعلق بالدنيا وعن شهود الأرزاق وتأمل ما عند الناس، فإن من أعظم الأمراض الحسد، وذلك أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن أخيه المسلم وأن تحصل له، وهذا هو المحرم. وإن كان هناك حسد مكروه، وهو أن لا يتمنى زوال النعمة، ولكن يتمنى أن يكون له مثلها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا حسد إلا في اثنتين،
رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. هذا هو الحسد المشروع. وما سوى ذلك فالغبطة، وهي غبطة بلا شك، ليس حسدا بمعنى تمني زوال النعمة، ولكنه يتمنى أن يكون له مثل ما فلان، مثل مال فلان من الحكمة والقرآن ليقوم بها بين الناس، ويتمنى المال لينفق مثل ما ينفق فلان فيشاركه في الأجر. لكن هذه الغبطة في الدنيا ليس مأمورا بها، أن يتمنى مثل ما أوتي فلان ولو كان لا يتمنى زوال النعمة، فإن ذلك من أعظم أسباب الأمراض بعد ذلك، الشيطان لا يتوقف. قال الله عز وجل عن قارون: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم هلاك لكم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فانظر، لم يتركوهم يتمنون مال قارون وأن يروا أنه ذو حظ عظيم، هذا بداية الهلاك. ثواب الله خير لمن آمن، إن الدين خير لكم. انظر إلى أخلاقك ودينك، فإن أعطاك الله الدين فقد أحبك، فاحذر أن تكون ممن أعطاهم الله الدنيا. أما الشح فإنه طلب ما في أيدي الناس، ليس أن تبخل فقط بما في يدك، بل أن تطلب ما في أيدي الناس، ولا شك أن هذا يؤدي بالأولى إلى أن تبخل بما في يدك ولا تنفق ما وجب عليك. إن إياكم الشح فإنما أهلك من كان قبلكم الشح. أمرهم بالبخل فبخلوا، كيف؟ لأنه يريد أن يصل إلى مال فلان، فبالأولى يدخر ما عنده ليتفوق عليه ثم يأخذ ما في يده. وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، قطعوا الأرحام وقطعوا الإحسان إلى الجيران والإحسان إلى المسلمين، وأمرهم بالفجور في الخصومة، أمرهم بالفواحش، وأمرهم بأن يتعدى كل منهم على الآخر في الخصومة، وأمرهم بالفجور ففجروا، قطعوا سفكوا دماءهم وانتهكوا محارمهم. فاتقوا الله عباد الله، وانظروا دائما إلى أن الحاسد والشحيح والبخيل في حقيقته معترض على قسم الله وعطاء الله. انظروا إلى نعم الله عليكم لتشكروها، ولا تنظروا إلى ما وسع الله على الآخرين فتحتقروا نعمة الله عليكم. قال الله لخير خلقه صلى الله عليه وسلم: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وكيف يصل الإنسان إلى ذلك؟ بالصلاة، بالتسبيح: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. الصلاة والتسبيح، أذكار الصباح والمساء، هي تتمة الصلوات الخمس. ثم بعد ذلك: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. أترون عباد الله كيف أن الصراع على المال وعلى الدنيا أدى إلى سفك الدماء وقطع الأرحام وإفساد ما بين الجيران أهل البلدة الواحدة؟ وانظروا إلى من حولكم، تعرفوا قدر الضرر الذي يحدث بسبب الشح. واذكروا نعمة الله عليكم بالأمن والطعم لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. خطب النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة في يوم النحر يذكر الناس بحرمة دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إن الصلح رحمة، وإن النزاع عذاب، وإن الفرقة عذاب. وانظروا إلى البلاد التي حولنا كيف كان الافتراق والاقتتال سببا لإنزال البلاء بالناس جميعا، ويتحمل وزر ذلك كل من ساهم في الفساد. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ترون حالكم عباد الله من الشدة والغلاء وضيق الناس من ضيق الأرزاق وسوء الأحوال، غيركم يتمنى ذلك ويبكي فرحا إذا وصل إليه لما عندهم من البلاء. حدثني أحد الإخوة أن أحدا من الإخوة الأطباء استقبل أول سفينة عبارة آتية من السودان، وما أن وصلوا إلى ميناء في البحر الأحمر حتى زغرد النساء وبكى الرجال وصفقوا وكبروا وحمدوا الله. انظروا إلى هذا البلاء، أن تكون أحوالكم أحسن الأحوال، وذلك والله نعم هي من أحسن الأحوال. طالما بتم وعندكم قوت يومكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. فاشكروا نعمة الله عليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، ذلك أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. إن عبادة الشكر وعبادة الصبر وعبادة النظر إلى قسم الله الأرزاق مما يريح القلوب، وكذلك أن الله قسم الأخلاق وقسم الدين بين الناس. فاحمدوا الله على نعمة الإسلام ونعمة السنة ونعمة الطاعة ونعمة الصلاة ونعمة الزكاة ونعمة الصيام ونعمة صيام ست من شوال لمن صامها أو يمكن أن يستدرك فيصوم، وذلك كله من أعظم ما يعطاه العبد. وكذلك نعمة الزكاة ونعمة الصدقة ونعمة العمرة ونعمة الحج لمن اعتمر وحج. اشكروا نعم الله، ونعمة القرآن، نعمة الذكر بالصباح والمساء، نعمة المسجد، نعمة صلاة الجماعة، نعمة سماع الأذان، نعمة الأهل والمال والولد الذين نشأوا على الإسلام. نسأل الله أن يحفظ أبناء المسلمين وبناتهم ورجالهم ونساءهم. اللهم احفظ بلادنا آمنة مطمئنة الرخاء وسائر بلاد المسلمين.